من هذا الحكم الإنجليزي مارك غلاتنبرغ في هذه المواجهة المنتظرة بين الفريقين. ضربة البداية، بسم الله الرحمن الرحيم، تحيتي محدثكم أحمد خالد النفيسة في هذه المواجهة في الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. تبدأ المباراة وتبدأ مع رمي التماس هنا، هكذا يلعب السكري، بينما الأهلي بطريقة 4-4-2 يلعب بالاثنين الهدافين، الاثنين اللي جايبين آخر 10 أهداف للفريق الأهلاوي. جهود، يا الله يا الله، دائما يربك الخصوم مع البداية، دائما يربك الخصوم، لكن اللمسة الأخيرة ما كانت منتظرة، التحرك متوقع منتظر، هذا هو جهاد الحسين. التعاون الآن في الصراع على السيطرة على الكرة، أميسي لان ينطلق في هذه الكرة، يلعب لهيلدون، يخترق هيلدون لكن في صافرة، ويبدو في تسلل على هيلدون، يبدو في تسلل على هيلدون، يستقبل فريق يبعد عنا بنقطة ويبعد عنا بمركزين فريق الأهلي، لكن تابع جنيني عرض لسومة والكرة تعدي لصالح فريق التعاون، لا زالت أهلاوية ملعوبة جميلة، عبد الفتاح ساندرو مانويل يدخل بشكل قوي، خطأ في مكان ممتاز، خطأ في مكان ممتاز، والأهلي عنده معلم في الكرات الثابتة. 3 أهداف سجلها على التعاون في الدوري، راح نشوف الآن عمر يلعب، يا سومة، يا عمر، لعبها بطريقة شكلها كانت قريبة وشكلها كأنها جول، شوف الكرة، شوف ما هي بعيدة، مركزة في فكرتها، لكن ما كانت قريبة من عمر. السومة راح يقول لك بنفس الطريقة، أتمنى عمر وجانيني، لكن عمر يسدد، تأتي لنا جانيني، 5 أهداف الجولة الماضية، جانيني يلف ويدور في الكرة ويشوت باتجاه المرمى، ولكن إلى ركلة ركنية، قلعة الكؤوس، القلعة العتيدة، الآن في محاولة للعودة مرة أخرى، خرجوا من البطولة التي يتسيدونها ب13 لقب كأس الملك، فريق الأهلي يحاولون ولما لا. لساندرو مانويل في 10 دقائق في هذه المباراة، تلعب الكرة الآن، جهاد يحول الكرة الآن في اليمين، تحركات للسكري طويلة، هذا قلب دفاع، لكن يلعب في اليمين الكابيتان ويلعب، تعدي توابو، مرة ثانية الوحش الكاميروني يتعثر، ما في قرار، فرصة كانت محققة في هذه الكرة، سبيدي صنع 4 أهداف سابقا، الآن كرة ملعوبة توامبا، لكن العويس ينجح في 3 نقط الحارس في الكلين شيت، اللي أمامكم بالصورة 6 كلين شيت، محمد العويس يتصدر كوفال حارس مرمى فريق الفتح اللي كملها مع القادسية ب9 كلين شيت كرقم 1 من هذه الناحية، وأعني بكلين شيت أعني لتأتي لها لعبد الفتاح عسيري باليمين، وهو الأشوي يلعب لجانيني، تعدي مرة ثانية، هالمرة الأهلاوي يقول اضبطها يا سعيد، ترجع مرة ثانية دياز، هذا قلب الدفاع يلعب كرة ممتازة، سلمون، الله على الفكرة مع التصفيقات الأهلاوية، لكنها بعيدة، وسلمان المؤشر بعيد عن المشاركة وكثرة المشاركات مع فريق الأهلي، بابلو جيفي ما أعطاه فرص كثيرة في هذا الموسم في المشاركة، على فكرة هذه المباراة 10 له، وجلس في أسبانيا وبدأ مسيرته في أسبانيا كمدرب، لكن نتابع الكرة الآن عالية، كاسيو يبعد هذه الكرة، موجود سلمان المؤشر يلعب الآن لعمر سومة، ملعوب الآن تسديد باتجاه المرمى، وتعدي إلى خارج أرضية ملعب، تسديدة كانت فكرة جميلة من محمد آلف تيل، التسديدة الماضية، صاحب الهدف الجميل في آسيا في أول مباراة للدوري السعودي، هكذا يتحدث رئيس اللجنة هناك. سلمان المؤشر يلعب الكرة عالية، كاسيو يسيطر عليها سهلة، هذه اللقطة من كاسيو في المحاولة الماضية، تأتي الكرة الآن أميسي، سبيدي الكرة تطول عليها وتذهب، الكرة الآن في ثغرة هيلدون الآن يتقدم في الكرة مع دياز، ينجح دياز، 1-1 دياز قوي، 1-1 مميز دياز، تلعب كرة سعيد مع لاعبين، ومتعب المفرج الآن في هذه الكرة في سيطرة الآن، لمسات تعاونية ممتازة، سيطرة التعاون الآن واضحة وخطورته واضحة، وقرب من نص ساعة هذه الكرة ملعوبة لأميسي، ولكن ينطلق لها دولي،
وهذا يعني فرصة للفريقين. الكرة ملعوبة الآن تومبا يلعب لها الربيع، ممتاز ربيع أميسي، عويس عويس ينقذ الأهلي، ينقذ الأهلي من هدف محقق من لعبة، من لعبة حلوة ملعوبة رائعة ملعوبة. شوف أميسي، شوف واحد ثلاثة، واحد ثلاثة ملعوبة، مو واحد اثنين، واحد ثلاثة. لاعبي فريق التعاون مع تمريرات المهاجمين المميزين مع الفريق الأهلاوي. هذه كرة ملعوبة الآن، عمر، عمر الآن في خطأ دفاعي، عمر يحاول، ثانية ثانية ثانية، جول يصنع عمر لعبد الفتاح عسيري، هدف، هدف لقلعة الكؤوس، هدف بالخطأ التعاوني وبالإبداع بالاستغلال. عمر السومة، عمر السومة متعود على التهديف، يقول جرب طعمها يا عبد الفتاح، عاشق التهديف عمر السومة، يقول شوف شوف الوضع يا عبد الفتاح، شاركني هوايتي، هواية التهديف، اتفضل اتفضل. عانق الشباك يا عبد الفتاح، الأهلاوي يقول لازم تردها له، لازم تردها له وانت الصانع. عمر السومة يصنع، يصنع ويسجل عبد الفتاح عسيري، يسجل عبد الفتاح عسيري هدف الثالث في الدوري، وعمر الهداف يصنع الرابع، يصنع الرابع. عمر صانع للأهداف، صانع للأهداف مع التهديف في هذا الموسم، يحاول انه يلعبها ويتابع باللحظة ويقول العبها بالراس ويحرك راسه مثل المشجع. عمر، عمر كاد، كاد يمارس هواية التهديف. ربيع سفياني على اليسار، 20 هيلدون في الوسط، وفي الهجوم تومبا خلف صانع اللعب جهاد الحسين رقم 10، تومبا طبعا رقم 3. هذه كرة موجودة وفيها يبدو قرار لصالح فريق ماذا، قرار لصالح فريق التعاون، خطأ خارج المنطقة. أميسي لي تومبا، فرصة الآن ملعوبة، عبسي ظهير، ظهير في هذه الكرة، ركلة جزاء، ركلة جزاء للتعاون، لكن الحكم مش عنده، الحكم يقول بشوف الفار، بشوف الفار، لكن احتسبها ويقول بتأكد مع ابتسامة الرئيسين عبد الله بترجي ومحمد القاسم. وهنا وهنا الـ يقول دقيقة واحدة يبدو أو ماذا، يقول ما راح أطول، كلام كثير، يستخدم الإشارة كثير جلاتن بيرغ، راح نشوف، هو وافق واحتسب لكن قال أبغى أشوف إذن التعاون يبدأ بشكل قوي كما هو مطلوب ويأتي بركلة جزاء بانتظار التأكيد، بانتظار التأكيد. هذه الإعادة لنا وأيضا لجلاتنبيرغ، نشوف إحنا ويشوف الأهم جلاتنبيرغ، ومن اللي يقرر؟ أكيد جلاتنبيرغ، وجلاتنبيرغ ليست ركلة جزاء، تسلل، تسلل، هو هو واثق بأنه، يبدو أنه واثق أنه في إعادة، لكن ما هو واثق من وضعية التسلل، لذلك رجع للفار. سبيدي ولا هيلدون؟ سبيدي يلعب جول مرمى، يفرح السكري، يفرح السكري، هدف، هدف ابراهيم سبيدي، وضعها، وضعها صعب على الحارس المميز، صعب على العويس، وهذا المشجع يوم سعده، سياره وجول، سياره وجول، الله 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 يا زبيدي، وضعها بزاويه الحارس، بزاويه الحارس، يا زبيدي يا زبيدي، سجل عندك التعاون، سجل، سجل عندك يا معلق التعاون، من كره ثابته يسجل في الدوري، يسجل في الدوري ابراهيم زبيدي، زبيدي سجل، ما شاء الله تبارك الله. فريق بالتاكيد انا، الله الله الله، فتوح فتوح فتوح، انفراد، ضاعت على الاهلي، ضاعت على الاهلي، حاله انفراد، هذه ما تضيع يا فتوح يا عسيري، الله الله الله، انفراد ثاني، جهاد 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 جهاد، كذا يا فتوح، كذا.
يسير الانفراد جهور السكري السكري يقلبها يولعها الله يا ذيابه الله يا ذيابه اقلبوها اقلبوها ويا ما قلبوا مباريات ويا ما ويا ما بدع السكري سكري آسيا جايك يا آسيا يا الله على الجملة الفنية هذه تستاهل تحليل كبير تحليل كبير انفراده هنا ضياع المخرج فاهم المخرج يعرف يقول شوف شوف هذا ايش سوى وهذا ايش سوى وهذا ايش سوى ايش سوى ايش سوى وايش سوى جهاد توامبا بالصناعة يرد ديون كثيرة الجهاد يقول انفرد خذ راحتك استانس سجل سجل بدع متع جهاد الحسين يا الله على اللمسة يا الله على اللمسة بدر الاعتزال يا جهاد بدر الاعتزال يا جهاد هذا ما يعتزل إلا بعد فترة الله 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 يا جهادو الله يا جهادو يا ملك يا ملك الاسيست تلعب الكرة الآن أهلاوية محاولة فتاح يحاول يعوض سجل لكن ضيع يراوغ ركلة جزاء ركلة جزاء للأهلي عوض فتاح عسيري عوض فتاح عسيري بابلو جيدي يتنفس السعودان مرة ثانية فار مرة ثانية فار الويلزي قايل له ترى أي بلنتي تعال عندي أنا أحب الفار وبالتالي يتأكد مرة ثانية الأولى كان مبرر يعني أنه يرجع للفار لأنه كان في موضوع تسلل الآن مرة ثانية يرجع لماذا؟ لماذا قال ماركي كلاتيبول جانيني جوتي جانيني تافاريسي ميدو وش عنده تكريم قبل المباراة والآن جول الأهلي الأهلي هدف ثاني للأهلي هدف ثاني للأهلي تعديل 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 التعاون أنت تلعب أمام كبير أمام أحد الكبار الفوز على الكبار ليس بسهولة تامة إلى آخر دقيقة هذه اللمسة هذه الخطفة هذا الهدف تنفيذ نموذجي رائع من جانيني جوردي جانيني تافاريسي ميدو يسجل نجم الرأس الأخضر ويعدل الأهلي وشوف الأهلاوي هنا الأبناء يشاهدون هو لا يشاهد يقول يا يبا سجلنا يا يبا عدلنا هدف تعديل أهلاوي كرة مقطوعة الآن للمقهوي لفتاح انفراد ثاني انفراد ثاني سقط 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 وركل الجزاء يحتسب ركل الجزاء يحتسب الآن اللي هو كلاتنبرغ وفرصة الأهلي للتقدم عمر عمر السومة سومة سومو جول لا تقول جول يا معلق لا تقول جول قول سومة 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 يسجل السومة قول سومة لأنه هو الأهداف هو الأهداف الأهداف هي السومة والسومة هو الأهداف هو الأهداف 12 12 إخاوي جوميز في صدارة الهدافين قول قول أهلاوي عمر السومة الأهداف هي السومة والسومة هو الأهداف هدف لعمر السومة تقدم تقدم 3-2 خمس دقائق أخيرة توامبا فكرة التعديل توامبا يعرض لعبد الفتاح وهو بالخطأ هيلدن الله هدف للسكري هدف للسكري هيلدن أغوستو الميدا راموس يعدل يعدل ذيابه يعدل التعاون هدف يأتي وتوقع ذلك يا ينهيها الأهلي يا يعدل السكري توامبا توامبا عرض أخطأ غريب هوب الله 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 الله
قدام هيلدون، لا تغلط قدام هيلدون. هيلدون يهدف، يسجل، يعدل في مباراة الأهداف الستة، في إبداع إبداع في مباراة فيها ست أهداف وقابلة للزيادة. احتفالية التعديل، افتتاحية التعديل، ويسجل فرحة الرئيس. يبدو أنه كان مهموم. من اللي راح يفوز؟ شكلها ما راح تنتهي تعادل. في فريق بينهي، في فريق يبغى النقاط. عمر السومه، الله 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 الله، جانيني في موقف تسلل ولا لا؟ جانيني جانيني جانيني، جول 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 جول. وقف وقف وقف. جلاتنبرغ وش عنده؟ احتسبها ولا لا؟ احتسبها ولا لا؟ إشارة جلاتنبرغ، وراح يشوف الفار، راح يشوف الفار. شوية شوية الحين الأهداف يبينها ركادة شوية، ركادة شوية، ركادة شوية. معليش يعني سيمون لي يحب الفار، قال له خلينا نشوف ثانية، لكن استخدامات الفار كثيرة. راح يشوف الفار، راح يشوف الفار. فعلات كبيرة راح نشوف الفار الآن. كل هدف يعني لا تفرح على طول، كل هدف لما يجي هدف الآن يعني افرح، بس قل اصبر بشوف الفار أول. ما في فار بكمل فرحتك. الآن نشوف الآن الأهلاوي، اصبر شوية، خليك فرحان بس اصبر شوية. الخبر الآن يأتي، هدف للأهلي، هدف للأهلي، أربعة أهلي، أربعة أهلي. ما في تسلل. يا عمر يا سومة يا كبير، يا عمر يا سومة يا كبير. بلاي ميكر، صانع العاب من طراز كبير. خمسة صنع، خمسة صنع. يا عمر يا عمر يا سومة، يا عمر يا سومة. كم من أهداف الأهلي فيها سومة، كم من أهداف الأهلي فيها سومة. 12 و5 صناعة،